لن نتخلى عن اتفاق وقعناه، ولن نقبل باتفاق جديد يلغيه، ولن نقبل بمنطق المقايدة. اليوم تخليد العيد الأممي للطبقة العاملة فاتح ماي، وحنا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نخليد هاد اليوم ديال الطبقة العاملة ككل السنوات اللي كنخلدوا فيها بطعم احتجاج، احتجاجا على ما قالت إليه الأوضاع المعيشية وأوضاع ديال الموظفين وديال المستخدمين في البلاد ديالنا، وأنه استمرار ديال الحكومات المتعاقبة ومنها حكومة ديال المال واللي كتراكم اللي تتزوج ما بين المال والسلطة في فرض منطق ديال إغناء الغني وتفقير الفقير، منطق ديال الزيادة في المواد الأساسية اللي كتنهجوا الدولة اليوم، وضرب ديال الحريات النقابية، وكذلك أنه هاد السنة كذلك كنحتفلوا وحنا وقعنا التنفيذ الاتفاق ديال 30 أفريل 2022، وقعنا محضر ديال التنفيذ، واللي بفضل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فرضنا أنه تكون فيه زيادة في الأجور انطلاقا من هاد السنة. الحكومة كانت تتمطالب بأنه ممكن الزيادة في الأجور بشكل ديال المقايضة مع قانون الإضراب ومع التقاعد، نرفض منطق المقايضة، وكذلك بأنه القوانين لا قانون الإضراب ولا قانون ولا الإصلاح ديال التقاعد، نحن ككونفدرالية الديمقراطية للشغل نقول بأن هذه القوانين يجب أن تكون خاضعة لمنطق ديال التفاوض ومنطق ديال إبداء الرأي ديالنا في هذه القوانين اللي كنعتبروها أنه قوانين فيها الإجحاف في حق الطبقة العاملة، ولا قانون ديال التقاعد ولا الإصلاح ديال التقاعد. لليوم الحكومة تهيئ مشروع اللي غيتم فيه الضرب ديال هذه المكتسبات ديال الموظفين وديال الطبقة العاملة بشكل كبير، ونحن نرفض كل ما جاءت به الحكومة، ونطالب باخضاع هذه القوانين كلها وكل التشريعات اللي ممكنه ان المنطق ديال التفاوض. اليوم انا حضور ديال القطاعات العماليه النقابيه اللي حاضره اليوم، وكما قلت انه اذا كان فاتح ماي على الصعيد الدولي هو يوم ديال الاحتفال، نحن ومنذ التاسيس فاتح ماي عندنا خوضه بحس وبطعم احتجاجي، لانه ما كاينش علاش غنحتفلوا في هذه البلاد، فقط كاين المجازر في حق العمال في حق الطبقة العاملة، مازال استمرار الاعتقال السياسي، اعتقال المدونين، اعتقال الصحفيين، اعتقال قادة الحركات الاجتماعية، مازال كذلك انه تهيئ ديال القوانين خصوصا ديال قطاع الصحة ديال قطاع ديال التعليم، المراكمة الأموال من طرف رأس المال الريعي في بلادنا، كل هالشي كتجعلنا اننا نحتجوا اليوم ومستمرين في الاحتجاج ديالنا. وقعنا ما وقعناش، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دائما في ما تكونش المطالب راه غادي نكونوا محتجوا في الشارع. اليوم تنحتفلوا بهذا النهار اللي هو فاتح ماي، اللي هو عيد أممي، عيد الطبقة العاملة، اللي هو تيجي في واحد الظروف استثنائية تعرفها، للجو العام الدولي للوطني للعربي، تعرف واحد الازمه اللي هي اثرت بطبيعه الحال على التشغيله وعلى الموظفين. حنا في اطار الاتحاد المغربي للشغل عقدات الحكومه، عقدات المنظمه ديالنا حوارات اجتماعيه مع الحكومه، هذه الحكومه اللي نبتق عليها عده اتفاقيات من بينها زياده في الاجور على بالنسبه للقطاع العام والمؤسسات العموميه، وبطبيعه الحال هذه 1000 درهم هي مقسومه على جوج مراحل. المرحله الاولى هي الواحد 2000 شهر 7 2023، المرحله الثانيه شهر 7 2025، وهذه الاستفاده غتشمل جميع القطاعات. وحنا تنقولوا من الموقف ديالنا في الاتحاد المغربي للشغل باننا هاد الزيادة سوف تهم جميع القطاعات، بما ان هناك حوارات قطاعية، دونك لن نستثني اي قطاع في اطار الحوار الاجتماعي. وتحية نضالية. دور مميز هذا العام، هذه السنة انها مسيرة استثنائية في العرفة المشتركة ديال العموم الطبقة العاملة، بالنسبة للوظيفة العمومية، بالنسبة للقطاع الخاص، وهذا ناتج على الاحتجاج ديالهم والمطالبة ديالهم بالزيادة في الاجور، لان الاسعار والمواد الغذائيه عرفت ارتفاع مهول، وهذا شيء طبيعي بان الناس يجيو يحتجوا ويطالبوا بزياده في الاجور. حضور مكتب.
حتى في العمال المسخرين. حضور حضور متميز، حضور بالنسبه للعمال، بالنسبه للمتقاعدين، بالنسبه للمراه العامله، الشبيبه العامله. وهاد النهار جاو باش يحتجوا ويرفعوا الصوت ديالهم، لحقاش هذا النهار، هذا هو النهار ديالهم، فين غادي يرفعوا الصوت ديالهم ويعبروا على الاستنكار ديالهم والمطالبه ديالهم بزياده في الاجور، تحسين الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه ديال الطبقه العامله على العموم.